للمتابعة ينضم إلينا من لندن السيد زنون سليمان الكاتب والمحلل السياسي. سيد سليمان أهلا بك معنا عبر شاشة الغد. بداية، ماذا تمثل هذه المعركة بالنسبة للجيش السوداني؟ للجيش السوداني هي معركة مصيرية، معركة لإثبات الوجود ومعركة لإعلان السيطرة العسكرية، وذلك عبر تفكيك قوات الدعم السريع التي أعلن عن حلها وأنها صارت قوات خارج عن القانون وهدف مشروع له، وهو الآن يهدف إلى تنفيذ مخططه الاستراتيجي، والآن هو يعمل على ذلك على الأرض. إلى جانب هنالك أيضا إشارات أخرى في داخل السياق أو في داخل الأهداف، وهي وجود التيار الإسلامي، وهو الذي ظل لفترة طويلة مسيطر على العملية السياسية ولديه وجود كبير داخل المؤسسة العسكرية، والآن تشير معلومات لتواجده في الصراع المسلح جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة، وذلك من خلال بياناتهم وتصريحاتهم وحتى مشاركاتهم الفعلية، وهذا يعطي هذه الحرب هدف سياسي آخر، وهو يتمثل في تداعيات الاتفاق الإطاري، حيث أن الاتفاق الإطاري والدعم السريع ظل يمثل تيار سياسي ضد وجود الإسلاميين أو عودة عناصر النظام السابق للحكم مرة أخرى. في هذا السياق يمكن أن نقول أن هنالك هدف آخر مستتر داخل هذه العملية، وهي عودة النظام القديم. ما الخشية في ذلك سيد ذنون من قبل عناصر النظام السابق المؤتمر الوطني تحديدا؟ هل يخشون أي توافق سياسي في السودان قبل أن تبدأ هذه المعركة عسكريا؟ نعم. آخر نقطة وقفت فيها العملية الانتقال والعملية السياسية هي كانت تحديد سقف زمني للتوقيع على الاتفاق النهائي بين المكون العسكري بطرفيه الدعم السريع والقوات المسلحة، وبين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، بالإضافة إلى عدد من الكيانات والأحزاب السياسية والمدنية الأخرى، بما فيهم تقديمهم الاقتراح لوجود حركات دارفور الموقعة على السلام. وهذا الاتفاق تمت معارضته منذ بداية العملية التأسيسية له من النظام المؤتمر الوطني وعناصره والأحزاب المتوالية له. والآن أصبحت هنالك مقابلة ما بين قوى الثورة من خلال طرحها للاتفاق الإطاري، وما بين المجموعات الإسلامية وعناصر النظام السابق من خلال عملهم على تعطيل العملية السياسية. الآن هنالك أقوال تقول أن هذه العملية العسكرية هي الهدف الرئيسي منها قطع الطريق أمام الاتفاق الإطاري وأمام إكمال هذا التحول. قطع الطريق أمام الاتفاق الإطاري، هناك أسباب. هل تخشى بعض القوى السياسية من المحاسبة في حال تم التوافق بين الأطراف جميعا؟ ولاحظنا أن تنظيم الإخوان الإرهابي كان له المصلحة الكبرى في أن يكون هناك نزاعا وقتالا كبيرا بين القوتين. المستفيد الأول مما يدور الآن سياسيا، المستفيد الأول هو النظام القديم وعناصره المتعددة، وهي منذ سقوط النظام واعتقال رأس النظام الرئيس السابق عمر البشير، تم فتح ملفات تحت لجنة تفكيك نظام 30 يونيو والزج بقيادات
كبيرة من الإخوان من الحركة الإسلامية المؤتمر الوطني في السجون. الآن بعد انقلاب البرهان وحميدتي في 25 أكتوبر أخذوا مساحة من التمدد وتم إطلاق عدد كبير من المحتجزين، وبدأت نتائج هذه الخطوة تظهر في الساحة السياسية من خلال إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل سقوط البشير، وعملهم كويس عبر جيوبهم وعبر عضويتهم داخل المؤسسة العسكرية لقطع الطريق أمام الاتفاق، وذلك بضرب قوات الدعم السريع التي تعتبر الداعم الرئيسي والسند الرئيسي للاتفاق الإطاري مع المجلس المركزي. سيد ذنون، يعني الآن الحديث بشكل واضح عن لغة الحرب التي تعلو لغة السلام، لغة المعارك التي تعلو لغة الحوار والتفاهم. هل هناك بد من الوصول إلى نقطة التقاء الآن سياسي ما بين قوات الدعم السريع من جهة والجيش السوداني من جهة أخرى؟ الآن هنالك تكافؤ، هنالك تكافؤ في الساحة القتالية، وتتراجع الميزان المعادلة العسكرية ما بين الطرفين. والآن نحن وصلنا إلى نقطة توازن الضعف، وهي التي ستفرض التفاوض. تفضل سيد ذنون. نعم. هذه الحرب حتى الآن يمكن التكهن بأن نهايتها قد تكون عبر التفاوض، ولكن اللغة الإعلامية الحادة المسموعة الآن بتقود إلى رغبة الطرفين على القضاء على الطرف الآخر، فتتمثل في أنه الآن قائد الدعم السريع كان واضحا في تصوره أن هذه الحرب التي فرضت عليه لن تنتهي إلا بوصوله إلى البرهان، وفي حين أن القوات المسلحة على رأس وفق تصريحات الناطق الرسمي لها تحدثت صراحة على أن هنالك لا تفاوض ولا يوجد أي تواصل حتى تقضي على هذه القوات، وهذا يقودنا إلى طريق مسدود. نعم.